أعرب جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قلقه إزاء وحشية الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء. رئيس الفيفا قال على هامش لقاء عقده مع جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني بمقر اللجنة الدولية الأولمبية بلوزان سويسرية أنه حزين ومتأثر للغاية لما يحدث من جرائم إنسانية في فلسطين، خاصة أن وحشية الصهاينة امتدت إلى الوسط الرياضي إذ استشهد عدد من الفلسطينيين الممارسين لهذا النشاط. تضامن المسؤول الأول لكرة القدم في العالم مع ضحايا الحرب في غزة جاء بعدما أبدت العديد من نجوم كرة القدم في العالم تضامنها الشديد مع الفلسطينيين على غرار النجم المالي فريدريك عمر كانوتي وحارس المنتخب الإيطالي جيان لويجي بوفون.